بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه البوكس إيه؟ بوكس التحدي، علشان اشوف حاطين لي ايه فيه، حاساه يعني تقيل كده. ربنا يستر. هنفتحه ونشوف ايه المكونات ونطلعها ونفكر ونعمل اكل، وعادي ان شاء الله الدنيا هتظبط معانا، مفيش مشكله خالص، انا يعني متفائله. هنروح فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل نفتح البوكس، خليكم معانا. انا جيت ومعايا بوكس التحدي ونشوف ايه حكايته. انا جيت اشيله يا جماعه لقيته تقيل، فربنا يستر. يا ولادي اللذين، انتوا حاطين لي ايه جوه؟ اهو استنوا. بسم الله. يا لو بوكس التحدي ده يبقى هديه مثلا، افتحه كده الاقي ايه؟ هديه. يا سلام، ان شاء الله يوما ما. المسج شيف مروه، مساء الخير، النهارده سهلنا عليك. كل مره بتقولوا كده ايه وسفرتنا مش هتكمل غير بحاجتين، ماشي، واحد حلو وواحد حادق، ماشي. مانجا، شايفه مانجا اهو. استنى، عاوزين الاثنين، وورينا شطارتك الاعداد. ورينا شطارتك الاعداد، بيقول لي كده، ورينا شطارتك، ماشي قاعد. انا هعرف مين. شكرا للاعداد، ماشي. انا مبدئيا شايفه مانجا، ودي حاجه حلوه جميله جدا. ايه، هنعمل عصير مانجا؟ بسيطه، مش في خلاط؟ الخلاط فين؟ يا نهاركم ابيض، فين الخلاط؟ طب هنتصرف، هنشوف. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا شباب؟ ده دقيق كيكة المانجا بقى ولا ايه؟ بس ده حبة دي صغيرين، يعني ما يعملوش حاجة دول. ده ايه؟ بسم الله. ده ايه؟ ده نشا بقى ده ولا سكر؟ استنوا هعرف. لا ده سكر باودر ودقيق ومانجا. بقلق انا بقى من الحاجات اللي انا ما بعرفش عارفة اشمها دي ولا اعرف هي ايه. بسم الله. ده ايه ده؟ ملح مثلا؟ لا انا مش عارفه البودره دي خالص. ادوق ايه؟ ما انتوا هتدخلوني ادوق اي حاجه. لا استنوا دلوقتي، انا ان شاء الله ربنا يسهل هعرف. لا مش قادره اعرف، بس هخليكي هعرفك دلوقتي. دي زبده ولا سمنه؟ دي شكلها ايه؟ لا دي سمنه، دي سمنه، ايوه سمنه. فيها حاجة دي ولا ايه؟ دي سمنة، بس سمنة، ماشي. سمنة ودي وسكر ومانجا. ايه دي؟ دي قشطة؟ قشطة مكسرات سوداني او مكسرات. فلفل الوان. ده ايه الحوسه اللي انا فيها دي؟ مكرونه. استغفر الله العظيم يا رب. وايه دي؟ دي شوكولاته. دي شوكولاته. شوكولاته يا مالها عامله كده ليه؟ صح شوكولاته. شوكولاته، ماشي. شوكولاتة سبريد بالبندق، لذيذة. ايه دي شوكولاتة. طب انا بقى اعمل ايه بقى دلوقتي؟ الحاجات الملخفنة اللي انتوا بعتنها لي دي. طيب حاضر يا استاذة لميس. وده ايه؟ كريمة ولا لبن؟ ده لبن سايل خالص كده. لبن وجبنة، ده ميكس جبن بس. خلاص يا جماعة، خلاص اتحلت المشكلة.
ولف الجلاش. الموضوع انتهى، بس انا هعمل ايه بالمكرونه في لفه الجلاش والدقيق؟ لفه الجلاش ده خلاص كده، خلاص انا عرفت انا هعمل ايه. انا خلاص انا عرفت انا عملت ايه. وعسل ابيض، وايه ده؟ ده زيتون. زيتون. طب انا هحط كل الحاجات قدامي اهو. طب خلاص بصوا، انا اطمنت، انا شفت لفه الجلاش خلاص اطمنت. وادي يعني مانجا ومكعبات مانجا، ده عصير مانجا بقى نعمل بقى ولا ايه الحكايه؟ لا لا مدام خلاص انا شفت لفه الجلاش. الكاونت ايه؟ كاونت ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل لفه الجلاش اهو. يعني هي السر كان في الحكايه دي. لا خلاص دي سهله قوي. بس هو انا لازم اعمل، لازم انتوا قلتوا لي قبل كده من المرات اللي فاتت من الرولز ان انا مش لازم استخدم كل الحاجات، صح ولا لازم استخدمهم؟ استبعد حاجه او حاجتين. طب هي المكرونه دي هعمل بيها ايه ولا ايه؟ ولا افكر؟ لا انا هريح دماغي واعمل الجلاش. بصوا الفريزر، مادام في الفريزر جلاش، الست المصريه الام المصريه هتطلع له، هتعمل لكم اي حاجه بالجلاش، اي حاجه صينيه جلاش مثلا. واحنا طبعا دلوقتي احنا برضو من ضمن الشروط، انا عارفه لا خلاص عرفت برضو ان احنا لازم نعمل الاكله تخلص برضو في ساعتها. فلو احنا عملنا صينيه جلاش هتضطر تدخل الفرن وتاخد وقت وكده. ف هو احنا ايه؟ ما انا خلاص هعمل بالجلاش. انا عندي جبنه وزيتون وفلفل الوان. خلاص يبقى انا كده هعمل فطيره حادقه بالجلاش. ايوه استنوا انا كده هبتدي اقسم الحاجات. وبس انا كده المكرونه مش هعرف، ومش عارفه ده ايه. وادي المانجا مكعبات. خلاص خلاص يبقى انا هعمل فطير حلو وفطير حادق. سقفولي. لا بصراحه المره دي سهلتوها لي فعلا. دقيقه ونص، نهاركم ابيض. استنوا ناخد لفتين جلاش كده اهو. ونعمل ايه؟ فين الفرشه؟ ماشي. طب احنا عايزين نسخن دي بقى. هي الحكايه كلها مدام ايه، اي ست مصريه هتلاقي لفه جلاش هتتصرف على طول، هتلاقي لها حل، مفيش مشكله. انا كده دهنت لفه الجلاش بالسمنه، بس انا هاخد لفتين عشان تبقى ماسكه نفسها اكتر. وهنحط فلفل الوان هنا كده اهو، ظريف. ونحط الزيتون، ونحط الجبنه، ميكس جبن، مفيش حاجه تانية صح اهو كده، ميكس الجبن الظريف. ونقفلها كده اهو، وكده اهو. اعمل ايه يا استاذه سموره؟ البتاعه دي مكانها مش ظريف، اغيره؟ حاضر يا فندم. كده حته برضو كده ايه، سمنه. ونقفل الفطيره بالجلاش بس كده. ونروح هنا كده على الطاسة، حتة سمنة برضو. أيوة كده اهو. وناخد لفة الفطيرة الحلوة دي هنا كده، وهتستوي وهتبقى خطيرة. يا سلام. ممكن نحضر واحدة كمان كده اهو عشان كلنا ناكل. واحدة مش هتكفي كده. خلاص يا جماعة لقد عرفت الايه، الحكاية. فلفل الوان وزيتون وميكس جبن كده. ونقفلها كده كده، وبرده كده.
وكمان كده. انتي اخبارك ايه؟ ممكن نشوف كده ونقلبها. يا سلام يا سلام عليا، البوكس التحدي قال. مفيش كلام، ما عندناش الكلام ده. اهو كده ممكن نجيب طبق بقى. الطبق ده لذيذ، يلا حلو نحطه هنا كده. هما راقين بس كده من الجلاش، وممكن طبعا بقى يعني هما لو كانوا حاطين لي حشوات اكتر من كده شويه كنت ممكن بقى احط لحمه مفرومه، ممكن احط بسطرمه، ممكن احط بطاطس مهروسه عليها حتت من البسطرمه والفلفل الالوان، برضو كانت هتبقى ظريفه جدا. لكن هما ايه بصراحه سهلوا عليا فعلا. لا والله تصدقوا، والله شكرا، دي سهله، دي سهله كده على طول. فاكرين ايه؟ فاهمه ويا طايره، عاملين عليا كرومبو اهو. بس لما قلبتها شكلها تحفه وخطيره، والجلاش ده اختراع. انا على طول في البيت عندي كده في الفريزر لفه جلاش، اي زنقه اقوم على طول سحبه لفه الجلاش تخلص لي، يعني ترجع لي برستيجي تاني واخلص الاكل بسرعه وكله بقى تمام. يا خرابي اتقطمت نصين. حلوه حلوه برضو، بصوا عشان ايه، اه كاني قطعتها اهو. ايوه طلع هنا اهي. قعدت اشكر في نفسي، قعدت اشكر في نفسي قوي. خير خير، بصوا خطيره. انا عايزه احط هنا برضو حته سمنه عشان نقلي نعمل الثانيه. حاضر كده بس اهو، هفضل اقلب في دي. جبت لنا دي، طب يا استاذه سموره الحلوه دي جت حصلها خطيره، وبصوا خلصت بسرعه وطعمها هيطلع يجنن ان شاء الله. خلاص مش هشكر في نفسي تاني بقى، ان شاء الله طعمها حلو. ما كنتش اقول يجنن دي والحاجات. عارفين انتوا ليا هتروحي في حته تانيه، طعمها هيوديكي في حته تانيه، محدش عارف بقى يروح حته تانيه فين. اهو بصوا دي خلاص اهي، برضو هتاخد لون ظريف وتخرج هي كمان، ونبقى عملنا الصنف الحادق مش تعرفوا. ونروح فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل نعمل بقى الحلو بقى، اعملها لكم بقى برضو هتطلع فظيعه ان شاء الله. انتوا حاطين لي سكر بودره ولا لا؟ مش حاطين لي سكر بودره ولا حاطين؟ مش فاكره. بس كده اهو، هاتيها لنا يا استاذه سموره قبل الفاصل، واستنونا بعد الفاصل هظبط الطاسه دي عشان هي اللي انا هعمل فيها برضو. انا جيت عملنا الفطرتين الخطيرين دول قبل الفاصل، عايزه اديهم بس كده رشه بقدونس اهو كده، بس نحطهم هنا كده ونحط معاهم المخلل اللذيذ ده كده اهو. بس خطيره الوصفه الثانيه. عايزه بقى اشيل الجبنه دي، اشيل الفلفل، هعملها برضو بالجلاش بس هتبقى اللي هي مسكره بقى. فانا معايا شوكولاته، انا مش عارفه اللبن ده هستخدمه في ايه. اه ما انا ممكن انا هحتاج اللبن اكيد صحيح، استنى. والعسل الابيض ومكسرات وقشطه ومانجا، مش عارفه ليه بقى برجع اتلخبط تاني. طب احنا خلينا بس ايه ناخد السمنه ندهن بيها كده ايه رق الجلاش الحلو ده كده، وهنحشي نحشي الفطيره دي بالايه. انتوا حاطين لي سكر ولا هو كان دقيق بس؟ ده دقيق وده اه ده سكر اهو. ايوه هو ده. ممكن نحط ايه؟ نحط شويه سكر، شويه سكر بودره تبقى فطيره كده بالسكر، وهحط معاها مكسرات سوداني كده اهو،
وانا بقى ممكن ايه، ممكن اعملها بدل ما هتبقى مطبقة زي اللي فاتت عشان نفرقها. استنى انا هعملها، مش هعملها، استنى هعملها لكم بشكل تاني بقى عشان تبقى شكل الحلو غير الحادق كده كده اهو. وبرضو لفتين جلاش وهخليها كده بالطول كلها، فاهمين قصدي؟ كده دي لفه كده اهو، كده اهو، ونقفلها بقى من الجنب فيبقى شكلها طويل، ما يبقاش شكلها شبه الحادق، فتبقى مختلفه كده اهو، اهو هتبقى كده طويله خطيره. شلت دي من على النار شويه، وندي برضو حته سمنه كده اهو، وناخد الحلوه دي تاخد كده ايه لون. ممكن اعمل احضر واحده كمان، ندهنها سمنه، السمنه بقى بتعمل طعم خطير في الجلاش، تحسي ان انت بتاكلي فطير تحفه. ونحط برضو السكر البودره كده، وبرضو المكسرات وناخد لها كده ايه برضو لفه وكمان لفه وبعدين اخر لفه. انا عايزه اقلب دي بسم الله، الله هي خطيره. نحط جنبها التانيه عشان برضو ايه ياخدوا لون كده مع بعض. احاول اقصر دي شويه عشان اتصل معايا، دي مش طويله كده. يا سلام، وعايزه بقى اشوف الطبق الحلو ده هنا كده، تبقى خطيرة. عايزين ندهن دي بالسمنة وندهن برضو الطاسة. هنطلع أول واحدة دي عشان هي كده أخدت لون سخنة، وانتي يا حلوة نديها بقى ايه، نعللها النار شوية. وبعمل ايه بقى، بحط لها بعد كده لبن، بس انا عايزه احط سمنه هنا برضو كده تانية. عشان ايه، يس حطها على نار هاديه، واللي معايا دي عايزه احط لها اللبن اهو. بصوا هعمل لها ايه، هسقيها باللبن كده خطيرة. وعايزة اقطعها ونحط عليها شوكولاتة، اللبن هيخليها تجنن. بصوا كده نشيل دي، ممكن كمان العسل الابيض اللي انتوا حاطينه. يا سلام، او ممكن بدل العسل الابيض نحط رشه سكر باودر، بس انا قلت ما دام حطيت والمانجا بقى، انا نسيت المانجا خلاص، يبقى احنا هناكل الفطيره جنبها مانجا اهو كده. بس كده. والشوكولاته، الشوكولاته محتاجه، الشوكولاته السبريد محتاجه كانت تتسيح ولا حاجه ونحطها عليها، لان هي ماسكه
انا ما رضيتش احشي بيها الفطير، قلت نخليه بالسكر احلى، سكر والسوداني. احنا ممكن نحط شويه سوداني برضو كده على الوش، بس كده خطيره فطيره بالسكر ومعاها شويه مانجا، المانجا هتليق معاها، وكده يبقى التحدي الحمد لله يا رب خلصنا منه. حطه هنا كده، بس كده يا رب اكون يعني ظبطت الدنيا والحاجات عجبتكم. احنا في بوكس التحدي لقينا الفطير، واول ما شفت الفطير قلت خلاص يبقى كده كل حاجه، كل المشاكل اتحلت. هنحط كل المكونات ونعملها يا اما صينيه في الفرن او زي ما عملنا كده في الطاسه مع حته سمنه، ناكلها بقى بالجبنه والخضار او بالسكر والعسل واللبن، بتبقى تحفه. انا ممكن برضو ازود شويه لبن تاني وبس خلاص. شكرا ان انتوا بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار في برنامجكم أكلة بيتي. باي باي.